بقى بتسمع الكلب الحاجات دي وتسمعنا احنا هو هو. يا اخي عملنا معاملة الكلاب يا اخي. يعني الكلب يسمع حسن واحنا هاويه ليه كده؟ وانت هقارن نفسك بالكلب بتاعي؟ ده سلاله نادره، انت سلاله قذره. على فكره انت عمي، يعني احنا نفس السلاله يا عم. البطن قلابه. ايوه ماشي. وبعدين بص للكلب شكله عامل ازاي وانت شكلك عامل ازاي. مش الكلب جالك سليم يا عمي؟ ما تكلمنيش بالطريقه دي. جالي سليم يا نصاب يا فلاتي. ليه اللي حصل بقى؟ انا بعت لك الكلب لابس طوق ذهب قد كده ترجعه لي مجروح بحبل غسيل؟ ده انت خدت بالك مع ان دهانته اصفر؟ والله دهانته اصفر. هعمل ايه؟ الكلب بتاعك هو اللي مبذر، هعمل له ايه؟ ليه بقى نقط في الكباريه؟ لا في كلب في الكباريه يقول هاو هاو يقعد ينقط؟ لا طب امال عمل ايه يعني؟ لعب بيهم قمار. كلب بيلعب بديله، عنده ديل. انا كلب بتاعي انا بيلعب قمار؟ اه لعب بديله. هقول له ايه؟ ما فيش مبرر. طب الفلوس اللي اديتها لك عشان تجيب له اكل وديتها فين؟ ايه ده؟ هو انت كان قصدك اجيب له هو اكل؟ ما انا قلت لك هات اكل للكلب. انا سمعتها هات اكل يا كلب فجبت ليا. آسف. يعني انا هديك انت 500 جنيه وبعدين في كلب بياكل سوشي؟ كلب بياكل سوشي ازاي؟ كان نفسي فيه والله. معلش يا عم، المره الجايه هبقى انا اخد عظمه وادي له حاجه. معلش. انا الكلب بتاعي ما بياكلش عظم. امال بياكل ايه؟ لا ولا سوشي برضه. يعني ماشي هجيب له انا يعني بياكل ستيك حاجات كده ما ياكلش الاكل اللي انت أيوة بتاكله. ايوه مع عم رمضان بياكلنا على طول. باين على وشه وباين على وشك. صح. انا اخلي عم رمضان يجيب لنا انا والكلب ده. عم رمضان ما افطرش من سنه 80. هيجيب لك انت اكل. وطلعت اشاعه على فكره سنه 80 دي قصه مؤلفه. ما افطرش بقى. اه والله دورنا وراه طلع اصلا وقتها ما كانش فيه الجبنه المثلثات. طب انت عارف ان الكاميرات اللي في الجارد اللي لقطت لقطت عمك رمضان هو بيسرق اكل الكلب؟ ايوه ايوه. ويا ريته بياكله، ده بيبيعه. ده باع الدم اللي كان لاخوه يا راجل. يلا لا لا انا عارف القصص دي. المهم روح دلوقتي عشان انا مش فاضي لك، عندي شغل. حاضر ما تكلمنيش كده بس. يا كاميليا تحت امرك يا اكرم بيه. يلا روح انت بقى تقف تلمع اوكر كده كتير. اي انا خدت. روح انت عشان عندي شغل. ويا كاميليا ولع الدنيا ابو الشقاق. يلا يلا ما تهزرش معايا. ما جتش معانا ليه امبارح؟ هو هو يلا بقى انا بروحش الاماكن القذره دي. مرات عمي عارفه موضوع كاميليا. احترم نفسك. ماشي ماشي ماشي، ما يبانش عليك يعني شكلك راجل كباره. يا كاميليا ولع الدنيا. مرات عمي خلاص يا ولد. اكرم. ايه يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله يا اكرم. عملت ايه يا كاميليا طمنيني؟ هو في مشكله صغيره. مشكله ايه بس يا كاميليا على الصبح؟ مفيش حجز لعلاء بيه. معقوله يا كاميليا؟ ده اهم زبون عندي في اللوكان ده يا كاميليا. طب اعمل ايه؟ مش كان مفروض تبلغني يا كوكو؟ كوكو كوكو. وباشا وداخل وسيجار وولد مش ادخل جوه هقطع الجزمه دي جلد طبيعي ايطاليا. بلا جزمه احنا بنيجي قدام الست كرامتنا بتبقى جيلي بتروح بقى. كنت واقف قدامي ومتعصب فجاه كوكو. يا ولد احترم نفسك ادخل جوه بقى. عيب. مرات عمي عارفه موضوع كوكو. عيب يا ولد بقى. ماشي ماشي. ولد قليل الادب. كنا بنقول ايه؟ كنت بتقولي لي يا كوكو. اكرم انا زعلانه منك. ليه بس يا روح قلبي؟ بقالك كتير مهملني كده مش بتحبني. وانا اقدر يا روحي؟ وانا عندي حاجه حلوه في حياتي غيرك. جت اللحظه. لحظه ايه يا حبيبتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ اللي بتعملي شعرك افليكي يعني ولا اعمل ايه؟ ايه يا اكرم؟ في حد بتدلع كده يا كاميليا؟ وبتعملي كده ايه يا كاميليا؟ ده خلص من ام هتلر اللي انت بتعمليه ده. نسيت اغرائي يا اكرم؟ هو ده اغراء كده يا كاميليا؟ لا انا جربت تاني. لا يا كاميليا كده مش اغراء، كده رعب يا حبيبتي. شكرا يا اكرم. شكرا ايه بس يا حبيبتي؟ الاكستنشن كله كان هيطير على رقبتي. بجد باين؟ اه يا روح قلبي ما ينفعش كده تفضحينا قدام الناس. سوري سوري سوري. خلاص خلاص يا اكرم قفلتني من الحب ومن الاغراء ومن كل الحاجات الحلوه. لا خلاص انا هدلع. لا زعلان. خلاص بقى زعلان. مش الفل يا اكرم بيه. ايه ده؟ مساء الفل يا اكرم بيه. مساء الزفت على دماغك. عايز ايه؟ مدام سميره، مدام منيره، مدام زهيره، مدام كريمه، مدام اميره. مدام اميره اسمها. مدام اميره هانم يا بغل. مدام اميره هانم يا بغل. انت اللي بغل. احترم نفسك. ايوه صح انا يا باشا. مالها بقى مدام اميره؟ قالت لي ابعت الفساتين دي. الفساتين دول؟ الفساتين دول دول الفساتين دي. الفساتين دول هم. الفساتين دول هم. ايوه صح الفساتين. مالهم بقى الفساتين دول هم؟ الفساتين دول هم. ايوه مالهم بقى؟ صح. قالت لي ابعتهم اوضه ايه يا ربي؟ اوضه مين؟ ما تنطق يا حبيبي. مال بقك يا بابا؟ افتح بقك كده واقفله اعمل ريستارت. ايوه لا 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 بس خلاص بس ما تعملش. انت محتاج تشطب بتنر يا حبيبي. قالت لي يا ربي ابعتهم في قالت لي ابعتهم اوضه علاء بيه الزرعي الزهري الويلي. ويلي ايه يا بابا؟ ويلي. وبرج ايه يا حبيبي؟ امال ايه انت نازل فين؟ ما اعرفش. امال ايه؟ طبعا انت بتوقف ميكروباص. انا اسف يا باشا. اسمه علاء بيه الوردي. علاء بيه الوردي. اطلعه باوضه علاء بيه الوردي. طب يا حبيبي سيبهم هنا وتوكل على الله. لا يا باشا دي امانه. دي مدام اميره تبهدلني. تبهدلك ايه يا ولد؟ انا موجود احميك.
تضحك عليا يا بغل. انا هحطهم هنا ورزقي ورزقك على الله. بس انا اسف يعني ما عليك قلت هتحميني من مدام اميره. اصبر معايا خلاص يا باشا. يلا من هنا. اسف يا باشا. اسف يا صبري. هو ايه اللي بيضحك ده؟ الباشا المحترم اللي انا شغال عنده اللي لحم كتفي اللي كتفي لحم. اخلص. بيقول قال ايه هيحميني من مدام اميره. كفك. مش هطولك مش هطولك. يلا يا ولد يا بايخ انت من هنا. اسفين اسفين. هو هو يلا قول انت كمان. عيل بايخ ولابس لبس الكشافه وحاجه تقرف. ايه ده؟ انا مش عارف الولد ده بيضحك على ايه. مش عارفه يا صبري. الباشا بيسأل كنت بنضحك على ايه؟ الباشا المحترم اللي كل شهر بيديلي 1400 1300. انا مش من الضرايب انجز. ايوه بيقول قال ايه هيحميني من مدام اميره. كفك بقى. والله ما هطولك بقى ما تبقاش سمج. هقطع الحزام ده على ظهرك يا بغل. اسفين اسفين. هوهو. عندنا مشكلة يا أكرم عايزين نحلها لو سمحت. المشكلة العيال اللي دماغها تقيل اللي كل شوية يضحكوا عمال على بطال دول. طب وأنت هتسيبهم كده؟ أنا مش عارف الرعاع دول بيعملوا عندي إيه هنا؟ يا صبري! كنت بتقول لي ايه تحت ما كنت سامعك. بقول لك الباشا المحترم اللي انا شغال عنده اللي جنب التليفون الاسود اللي جنب القرص اللي انا عارف الديكور. ايوه ايوه. بيقول لك قال ايه هيحميني من مدام اميره. كفك بقى. احس مش عايز المسك يا جدع. ايه ده؟ ادخل يا جربان جوه. هاو 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 هاو. شوية جرابيع. انا بس انت عارفه انا ليه مضايقني؟ ايه بقى؟ انا عايز اعرف هما بيضحكوا على ايه. انا هموت واعرف. انا لو عرفت هما بيضحكوا على ايه ممكن ارتاح. اقفشهم اقفشهم. لا لا انا مش هسيبه. ايوه استني. أيوة. بس انا اول ما يخرج هلبه على طول. يا ابو صبري. ايه يا ابو منصف؟ ما شاء الله اوحش اتنين ستات في الكوكب. سلافندي بيخبط على الجيران ما تعرفيش ليه؟ كان في بيقولوا ايه؟ قال واحد من الشباب يا اختي بيقول عليه يحمي الواد بتاع الامن من مدام اميره. يا وليه يا كفي يا وليه في طرقه ما بيننا اختشي. لا لا مؤاخذة يا سلافندي. معلش ازعجتوك يا حاجه. هم عشيه قوي العزاب دول. ايه يا اكرم ايه يا اكرم بتخبط على العزاب ليه يا اكرم؟ عزاب انت كمان انت مجنونه في حد هنا غيرنا؟ امال ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده عيب. اللي عمل فيك كده يا ولد؟ الحقنا يا اكرم باشا. مالك في ايه؟ مدام اميره جايه ورايا. لا 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 ما بقاش ياكل معايا الكلام ده. والله ضربتني وبهدلتني وجايه ورايا. قلت لك احميك. يا عم احمي نفسك احمي نفسك بقول لك. يا صبري انت يا زفت. خبر اسود. الهلال.